بنرحب بحضراتكم مرة تانية وأهلا بيكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. فريق النجوم واللي بينافس على الصعود لدوري المحترفين عمل امبارح مفاجأة في كأس مصر بإقصاء الإسماعيلي بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين على ملعبه باستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الدور الـ 32 لكأس مصر. وفريق بيراميدز حافظ على وصافة الدوري بفوزه على حرس الحدود في اللقاء اللي جمع الفرقتين امبارح على استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات مسابقة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي بيراميدز في المركز الثاني لجدول الترتيب برصيد 55 نقطة وحرس الحدود في المركز الأخير. فريق فيوتشر فاز امبارح على سيراميكا بهدف دون رد في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح على استاد السلام ضمن مباريات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز. بالنتيجة دي ارتفع رصيد فريق فيوتشر للنقطة 54 في المركز الثالث، وتوقف رصيد سيراميكا عند النقطة 31 في المركز الـ 12. المسؤولين في النادي الأهلي استقروا على السفر للمغرب بطائرة خاصة، وده استعداداً لمواجهة الوداد الرياضي يوم 11 يونيو اللي جاي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، علشان يوفروا كل عوامل الراحة والهدوء للبعثة قبل خوض المباراة النهائية في النهائي القاري. رابطة الأندية المحترفة اضطرت تغيير موعد نهاية الدوري من 15 يوليو ل 25 يوليو المقبل بسبب مؤجلات النادي الأهلي، لأنه أصبح صعب جدا إنهاء الدوري في منتصف يوليو. أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم من نادي الزمالك تعافى من إصابة الظهر اللي عانى منها طوال الفترة اللي فاتت ومنعته من المشاركة في مباريات الفريق الأبيض، وانتظم اللعب في التدريبات الجماعية امبارح واللي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة. الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي نجح في حجز بطاقة تأهله إلى نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة بال والفوز على فريق استاد مالي في نصف النهائي بنتيجة 78-73. فريق انتر ميلان توج بلقب كأس إيطاليا للموسم الحالي بعد فوزه في المباراة النهائية على فيرونتانا بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح على ملعب الأولمبيكو في واحدة من أكثر اللقاءات القوية بين الناديين. حسم التعادل الإيجابي 1-1 أحداث مباراة برايتون ضد مانشستر سيتي اللي جمعت الفرقتين امبارح على ملعب فالمر ضمن مؤجلات الجولة 32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. فريق ريال مدريد فاز على نظيره رايو فاليكانو بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإسباني. بالنتيجة دي احتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 74 نقطة. منتخب نيجيريا للشباب فاز على نظيره الإيطالي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالجولة الثانية لدور المجموعات بكأس العالم الشباب تحت سن 20 سنة والمقامة بالأرجنتين، وتصدر منتخب نيجيريا مجموعته بعد ما رفع رصيده لست نقط. ماتس هوملز مدافع فريق بروسيا دورتموند الألماني جدد عقده مع ناديه لحد 30 يونيو 2024، بكده هيلعب الموسم بتاعه الـ14 في صفوف بروسيا دورتموند. نادي برشلونة الإسباني أعلن بشكل رسمي رحيل جوردي ألبا الظهير الأيسر للبروجانا لنهاية الموسم اللي جاري، وأصدر كمان نادي برشلونة بيان عبر موقعه الرسمي قال فيه أنه توصل الاتفاق مع ألبا على الرحيل نهاية الموسم وقبل عام واحد من انتهاء عقده داخل صفوف الفريق الكتالوني. الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ودع زملائه الأربعة اللي قرر الريدز التخلي عن خدماتهم بنهاية الموسم الحالي، وده بعد مسيرة طويلة امتدت لسنوات شارك فيها النجم المصري لحظات من المجد الكروي معاهم. ونشر محمد صلاح رسالة وداع لزملائه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال أحد أفضل الأشياء في كرة القدم هو أن نتقابل ونتشارك اللحظات مع أشخاص رائعين. سنفتقد بوبي وميلنر وتشامبرلين ونابي كايتا، وأتمنى أن نتلقى أو تتلقى طرقنا مرة أخرى.
خلصت نشرتنا الرياضية.